لو الحكاية فيها إن فيتو بعينه علينا كلنا ويعني بشكره على كل واحدة ما كانتش بتنام عشان تطلع من اللي هي فيه وبشكر كل يعني كل اللي ساعدنا وطلعنا بالسلامة من اللي احنا فيه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. أنا حلاوة من إبراهيم كان محكوم عليها 30 سنة أنا وجوزي. أنا طلعت وجوزي لسه ما طلعش. وبشكر السيد الرئيس الفتاح السيسي على هو فكر في الغريمات وفكر في الناس الغلابة اللي داخل السجون. وبشكر جميع الناس اللي ساعدونا من الأستاذ مجدي والأستاذ أشرف والناس كلها وربنا يبارك لهم. ورحمة الله وبركاته. أولا أقدم شكري إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ثانيا الأستاذة الدكتورة رندا، ثانيا الأستاذ مجدي، الأستاذ محمد حلاوة، أستاذ أشرف، كل اللي ساعدونا في خروجنا من هذا السجن، وكل سنة وهم طيبين. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى مفيش أي ست تمضي مهما كانت الظروف. فأنا كنت واخدة 12 سنة والحمد لله قضيت 6 سنين وخرجت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدكتورة رندا وجميع الزملاء اللي ساعدونا جميعا. وشكرا. أحسنتي. صحية حرجة طلب يستديموا علشان يتعالجوا في المستشفى. فالحمد لله هي خرجت ووزلت في المستشفى بتعالج وهي بتتكلم بقى أكثر مني. حضرتك أنا بشكر السيد الرئيس ربنا يطول في عمره يا رب دايما دايما ربنا يقف جنبه ويحميه ويحفظه. وبشكر الأستاذ مجدي والأستاذة رندا والأستاذ محمود صراحة لما عرفوا اللي أنا فيه جم استعنوا وجم سدوا الدين اللي عليا. بس أتمنى إن أنا جوزي برضه يسد الدين اللي عليه ونفسي أقعد في شقة. أنا 8 أفراد قاعدة في أوضة 8 أفراد وفيهم بنت مريضة برضه بالكبد وجوزي مريض بالكبد ومعاق. بس انا نفسي اطلب بس حاجه واحده نفسي في شقه. بناتي يقولوا نفسي نقعد في شقه يا ماما احنا قاعدين في اوضه فيها حمام شرب. بس اتمنى ان ربنا ان شاء الله يقف جنبي ويشوف لي شقه بس. وربنا يبارك في سياده الرئيس ويبارك فيكم المستردين ان شاء الله. ربنا يبارك لكم ويرضيك ويكسب شر المرض يا رب ويحميك يا سياده الرئيس يا رب. ربنا يحميك ودايما معاك ودايما سندينك وان شاء الله طالما بتعمل خير ان شاء الله ربنا هيقف جنبك وهيسندك اكتر كمان باذن الله. وبشكر الاستاذه رندا والاستاذ مجدي والاستاذ محمود وكل اي حد انا مش حافظه اسمه بشكره وربنا يطول في عمرهم يا رب ويكفهم شر البلاوي يا رب. ربنا يكفهم شر البلاوي ربنا يرضيك يا رب. الله يرضيك في الدنيا وفي الاخره. الله يرضيك في الدنيا وفي الاخره. الله يرضيك في الدنيا وفي الاخره. ربنا يبارك لكم يا رب.